السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة مشروعات صغيرة وأفكار حديثة. موضوع النهاردة الحمام العطال وعلاجه، نعالج الحمام العطال إزاي. ده الأوميجا 3 بلس، طبعا كل الناس المربين القدام عارفينه، لكن احنا بنقول للي مش عارف ده بيعمل ايه. ده بيعالج، بنعالج بيه الحمام العطال. طبعا ده بشري، ده بشري ممتاز جدا. ده سعر العلبة دي 3 شرايط، 3 شرايط 42 جنيه الا ربع، يعني 41 جنيه 75 قرش، في 30 قرص، يعني لو قسمناهم هيبقى القرص حوالي 140 قرش تقريبا، يعني او اقل بسيطا، نسبة بسيطة يعني 140 قرش. طيب هنشوف هنعمل بيه ايه. قبل ما نعمل العلاج اول اتأكد ان سبب عطال الحمامة ان الحمامة اول صحتها كويسة، تاكل كويس، وان انت حضرتك بتحط لها التحديق اللي قلنا عليه كرارا وتكرارا، يعني مرارا وتكرارا زي ما بيقولوا. مش هنزهق من ان نتكلم عن موضوع التحديق ده، تمام. بتحط لها التحديق بتاعها والكلفة متوازنة، الاكل ما فيش فيها اي اصابات، وتتأكد حضرتك ان معها ذكر كويس، ان الذكر اللي معها كمان سليم وصحته كويسة. بعد كده نبدأ موضوع العلاج، ونشوف كمان حجر الحمامة ما يكونش محجر، يعني لو عملت كل الحاجات دي وشفت كمان حجر الحمامة، وكمان تكون ما بتأكلش علف تسمين، تمام كده تتأكد. والحمامة ما تكونش مثلا في فترة القلش، كون الحمامة قلشة 2 3 شهور ممكن، يعني تشوف حضرتك الريش لو ناقص، هي الحمامة مش هتبيض لو الريش ناقص، تمام. بعد كده لو اتأكدنا من كل ده يبقى هنعطي العلاج اللي هو ده. انا طبعا متأكد زي ما قلت لحضرتك انا عملت الحمامة العطال اللي هي الحمامة دي قبل كده، عملت لكم الفيديو بتاعها وازاي ان انا شغلتها خدامين، هي مش ضراني في حاجة، وهي كده هي بتشتغل معايا كده انا بستفاد منها، لكن انا في نفس الوقت عايز ان انا اعالجها انها تصبح تبيض زيها زي اي حمامة، زي اي انتقة تانية عادية. فانا فكرت ان انا ليه ما عالجهاش، لكن هي المشكلة عندي ان هي دلوقتي نايمة على البيض، فانا هعمل اللي علي، هعطيها العلاج، هعطيها قرص من ده لمدة 5 ايام. هو في ناس بتعطي نص قرص لمدة 10 ايام، لكن هي الحمامة دي معرفش انا يمكن ما يقوس منها ان هي بقالها حوالي سنة هيجيب نتيجة معاها، ان شاء الله هنجرب وهقول لحضراتكم عليها. دي هديها قرص لمدة 5 ايام، في ناس بتعطي نص قرص لمدة 10 ايام، وفي ناس بتعطي القرص في الفم مباشرة، وفي ناس بتسحبه بالسرنجة وتعطيه. انا هنجرب مع بعض وهشوف انا هات ازاي. اهو ده شكل الاوميجا 3، اوميجا 3 بلس اهو، ده شكل الشريط، احنا اخدين منه 3 قبل كده اهو. انا هطلع منه قرص اهو، حضرتك ده القرص، هو عبارة عن زيت، هو زيت. في ناس اقول لحضرتك عشان ما حدش يقول ده بيعطي كده ليه، بيختلفوا في الطريقة، في اللي بيسحب كده بالسن، يعني انا مش معايا السن دلوقتي لكن بوصف لحضرتك ازاي، انا مش هعطي انا بالطريقة دي، انا هعطي الكبسولة كاملة في حصلة الزغلول مباشرة، تمام. بيفتح كده بيشد بالسن نصها او كلها، وبيعطي في الحمامة مباشرة، لكن انا هعطي القرص كله، هنشوف ازاي. دي الحمامة اهو حضراتكم شايفين اهو، دي حمامة خوافة شوية، لكن اهو نفتح خالص، مش هنسيبها برا، اتأكد حضرتك لان هي
الكبسولة دي زيت، هنشوف كده اهو، شايف كده حضرتك يا رب اهو اهو، تمام كده، نقلب شوية بيكون واضح اهو، القرص اهو كامل. من حد بيقول ان هو بلاستيك هيضر الحمامة، لا الانسان بياخده، وانا اعطيت قبل كده كبسولات مضاد حيوي بالطريقة دي ومفيش فيها مشكلة، اهو قرص كامل وهنحطه، نتأكد ان هو هندخل سبانة كده، نتأكد اهو ونكمل كده، ننزلها، شوف التاني ازاي، نزل القرص بايدينا، تمام اهو نزل في الحصله اهو نزل، تمام مفيش مشكله خلاص. وممكن نسقي وراه حبه ميه اهو، ممكن نسقي وراه شويه ميه علشان نتاكد ان هو ان هي بلعت القرص. بنكرر المساله دي 5 ايام اهو، سقينا ميه علشان لو هي واقفه تنزل ما ترمهاش، تمام كده اتاكدنا. يفضل ان انت تعزل الحمامه دي عن الذكر من 10 ل 15 يوم، اللي هو الخمسه اللي هنعطي فيهم علاج، او انت هتعطي في 10 ايام مفيش مشكله، لو قطعت نص بطريق السرنجه مفيش مشكله، لكن انا هدي 5 ايام. بعد كده بتعزلها عن الذكر من 10 ل 15 يوم، بعد كده ترجعها لذكرها، ان شاء الله تجيب نتيجة معاهم. نرجو يكون افدناكم، نرجعها. طيب لو عجبك الفيديو كده اكون خلصت، لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش، وما تنساش تفعل زر الجرس علشان يوصلك باقي فيديوهاتنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.